استوعب زمن الميليشيات والبلاطجة الذي يحظى بأجود أنواع الرعاية الإقليمية والدولية وأفخم صنف من الصمت العربي يأبى أن يتجاوز الثوار ساحة الحرية. ثمة من أوهم الدكتاتور بأن الثورة تفنى وأن الثوار يموتون، لكن الأغاني القادمة من قلب صنعاء وتعز وعدن وإب لا تشي برائحة اليأس. إيقاع الحسم الثوري يرتفع شيئا فشيئا، لم ينفذ الرصاص والخذلان العربي والمبادرة الخليجية إلى قلب اليمني الثائر، لم تستطع قذائف الRPG والرغبات السامية ببقاء جزيرة العرب نقية من الدنس الثوري والدعايات المقيتة حول جهل اليمن وتخلفه واقتتال قبائله لم تنجح مجتمعة في إيقاف سيل الحريات الجارف في شوارع البلاد. وكان أن قدم الشعب الجريح قرابينه 26 يمنيا سالت دماؤهم البارحة فقط، وحين اصطفوا أمام نيران القناصة لم يرد في ذهنهم انتفاضة الجوار الخليجي الشقيق المتخم بالنفط، ولا بيان عربي لجامعة معاقة، ولا موقف فرنسي أو أمريكي نفعي لا أخلاقي، ولم يرد في ذهنهم رجب طيب أردوغان الخليفة المنتظر الذي تشتم بوصلة بلاده رائحة النفط والمصالح جيدا، إذ لا شيء من هذا في أرض اليمن السعيد، السعيد بأنبل وأرقى ثورة مدنية سلمية عرفها التاريخ، وغير السعيد بمن شاركوا في قتل مواطنيه عبر التجاهل والتواطؤ على مسعى أهله الحثيث نحو الكرامة والحرية والديمقراطية. أيها السادة، يقول اليمنيون إن باقون هنا ما بقي في قلب كل يمني ويمنية ذرة من أمل نحو المستقبل الذي لا مكان فيه للمزارع الحاكمة وكارتيلات الفساد العربي.